وهتحكي يعني. لنا على مقابلتك لشيرين من يومين؟ لا شيرين دي جميلة يعني، بنت بجد جدعة وجميلة وأنا بحبها يعني. بنت حلال شيرين، طيبة جدعة وطيبة وكريمة وطيبة قوي 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 فوق ما تتخيل يعني، ودايما الطيبين دايما بيحصل لهم مطبات في الحياة يعني، بس للأسف. هي ست جميلة وأنا بحبها جدا وبنبسط لما بشوفها، ودمها عسل خفيف جدا، وقعدتها لذيذة وكل حاجة يعني. لو عايزة تشجعيها بكلمتين كده على الهوا، تقولي لها ايه؟ دايما بص يعني انا بحبها تبقى اسرارها لنفسها، دايما بقول لها شيرين انت مش داعي كل حاجه بتبقى على الملأ يعني، دايما انا يعني بقول لها كده يعني، واقول لها دايما انه الحياه مش بس رجل يعني، في حاجات تانية في الحياه، استمتعي بفنك، استمتعي بحب الناس ليكي، استمتعي بكل حاجه، ده اهم يعني في الاخر، ده بقيلك يعني. فعايزاها طول الوقت تبقى قوية وجامدة فيش حاجة تستدعي الانكسار والضعف يعني، مش يعني، وهي قادرة ان هي هتقوم يعني كلنا بنقع ساعات في مطبات، بس نعرف نقوم منها، وهي ان شاء الله هتقوم.